ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه جاي لكم بطريقه عدس جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوا الطريقه دي بعد ما تشوفوها. تمام. جبت يا جماعه اول حاجه حله على النار وحطيت فيها معلقتين سمنه وقطعت بصل كده زي ما انتم شايفين، قطعتها صغير جدا وحطيتها تتشوح لمده دقيقه كده. بعد كده غسلت العدس كويس جدا وصفيته وحطيته على البصل، هقلبهم بقى مع بعض كده تقلبتين مع بعض يكونوا كويسين عشان ايه يعني يتشوحوا كويس مع بعض كده زي ما انتم شايفين. تمام. وبعد كده جبت بقى المكونات بتاعتي، طماطم وجزر وبصل وفلفل وتوم، هضيفهم بقى على العدس والبصل اللي انا كنت مشوحاه وهقلب كويس جدا لمدة دقيقة كده لحد ما ايه ميتشوحوا كويس مع بعض. وبعد كده يا جماعة بقى هجيب المية وهضيفها بقى على المكونات اللي انتوا شايفينها ديت، هجيب حوالي كوبايتين مية كبار وهقلب بقى كده واسيبهم على النار لحد ما يستوي خالص تماما. تمام. لحد ما تشوفي كده حتى الجزر يكون مستوي وتقطر جدا علشان افرمه في الخلاط. بعد ما فرمته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده طلع جميل وناعم جدا معايا. احط بقى البهارات بتاعتي، كمون وفلفل اسمر وملح، وقلبت كده تقليبه. وجبت بقى على النار على في الطبق ده يا جماعه حوالي معلقه ثوم كبيره طبعا، وحطيت معلقه سمنه، وبعد كده نص معلقه كزبره ناشفه بتدي بقى طعم جميل جدا للعدس. هسيبهم بقى يتشوحوا كويس جدا مع بعض وبعد كده هحطهم على العدس زي ما انتم شايفين كده. تمام. بصراحه خطوه جميله جدا وان شاء الله هتغير طعم العدس تمام معاكي لاحسن حاجه. جبت بصله بقى اقطعها كده، البصل اللي جنب العدس اقطعه اي تقطيع انت بتحبيه. جبت نص معلقه شطه وشوية كمون وملح وفلفل أسمر، وأحط معلقة خل وشوية مية صغيرين كده، والليمون طبعا بضيف في الآخر خالص. وقدمي بقى بألف هنا وشفا على قلوبكم. لو أول مرة يشوف قناتي يا جماعة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد. باي باي.